تفضل. جميلة خانم، علي بيك برا وبده يشوف حضرتك، والاجتماع رح يبلش هلا. شو قله؟ يفوت. طيب. عم عطلك عن شي؟ اجيت اسألك عن مجد، كيفه؟ تحسن؟ ايه حكيته من شوي، منيح. ايه الحمد لله. مرحبا. اهلين، اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. جميلة خانم جوا؟ بس لحظة لخبرها انكم وصلتوا. طيب، يا ترى ليش طالبتنا؟ انا رايح بشوفك. تفضل. جميلة خانم، اعضاء الادارة صاروا هون. كلهم هون ما؟ ايه كلهم. طيب يتفضل. ماشي. ليش شوفي؟ بدي اعمل اجتماع اداري لنعيد النظر بقراراتهم. ليش هو الاجتماع برايك؟ تفضلوا على الاجتماع. طيب شرفوا. تفضلوا. تفضلوا، اهلا وسهلا. فيك تشاركنا بالاجتماع اذا بتحب علي بيك. ماشي، شكرا لك. ايه يا جماعة، بعد القرار اللي اتخذتوه بخصوص عرض كينان بيك، وكنتيجة لهذا القرار كل العمال اللي بالمشغل تقلعوا، واكيد حضرتكم عرفتوا باللي صار هنيك وبالمشغل اللي طلعت عيوني لحتى ما يسكر، كيف انهد على راس اللي فيه. وهلأ انتو شو ناوين تعملوا؟ هذا اللي بدي اعرفه. جميلة خانم، انا ما بفكر مجرد تفكير انه قلل من احترام حضرتك. بالحقيقة أنا من البداية مالي واثق بكينان بيك ولا بناحية وحدة، بس وضع الشركة تدهور شوي وخفت نضل عم نخسر، وعلى هذا الأساس صوت بهداك الاجتماع بهالشي. نعم جميلة خانم، هي هي الحقيقة. وأنا كمان ثقتي فيك ما لها حدود، وفكرتي عن كينان بيك ما تغيرت ولا رح تتغير، ونحن حكينا قبل بس هالمرة اضطرينا لأنه مستقبل مجموعة كارجي هو الأهم، ولهذا السبب هيك قررنا، ونحن لساتنا عند قرارنا. طبعا الشركة ما رح تأفلس بسبب اضراب. انا من هداك المشغل طلعت، لهيك ما فيني اقعد على الكرسي بالوقت اللي العمال انقطع برزقهم، وهلأ رح تضطروا تقرروا قرار تاني. يا اما بيتغير القرار اللي اتخذتوه بمجلس الادارة وبترجعوا العمال لشغلهم، يا اما من دون ما وكل اي حدا بالاسهم تبعي بحمل حالي وبمشي. وانتو بتبقوا بوقتها مع كينان بيك تبعكم، قرار الكم، وبالاجتماع الجاي لاعضاء مجلس الاداره رح ذكركم بالموضوع، وهنيك بتقولوا لي شو قراركم. وهلأ انتهى الاجتماع. يعني إذا ما غيروا قراراتهم عن جد بتنسحبي جميلة؟ إيه. جميلة أنت جنيتي شي؟ لا أنا ما جنيت ولا شي، أنتوا اللي جنيتوا بلا عقل، صرتوا بلا مشاعر وما بهمكن لا تعب ولا معاناة الناس. لك هدول ما بيستحوا على حالهم؟ ليش عم تطلعي تيتي؟
وتيتي ضلت عم تتطلع، كانت تتعيط على أخي مجد بس تضل عم تتطلع، بتعصب من القتل والضرب بس بتضل بتشوفهم، وكان بدها كل العشاء يحبوا بعضهم بس من دون ما يقربوا على بعض، وما بدها حدا يضرب حدا، وبنفس الوقت كان بدها كل الأشرار يتعاقبوا. هاي هي ستي، ولأنه ما بتقدر تواكب الحياة كانت تفش خلقها بأفلام التلفزيون، مع أنه هاي الأفلام كمان من الحياة. كانت تتفاجأ كتير لما تشوف ناس ما عندهم أخلاق، بس نحنا كنا نشوف هالشي طبيعي وما نو غريب عن الحياة اللي عم نعيشها، وهي الحقيقة المخجلة والصعبة اللي كانت ستي ما بدها يانا نشوفها. ما كانت بتعرف انه هي الحقيقة هي اللي عم تخسرنا أحلامنا بالحياة. جميلة أهلا وسهلا. أهلا فيك أمي. أمي شو صاير؟ ما في شي، لا تاكل هم. إيه بس أنت مزعوجة. لا ماني مزعوجة. أنت مرضانة أمي؟ لا يا عمري، بس رأسي عم يوجعني. يلا بكرة الصبح لازم يفيق بكير، فوت على غرفتك. صباح الخير أمي. جميلة شو صاير معك؟ وشك ابدا ما بيتفسر لك بنتي. مصطفى التقى امي. عن جد؟ كانك ما فرحتي. جميلة رح تضلي مزروعة على الشباك؟ بنتي تاكلي لك شي لقمة، رايحة على الشغل ومعتك هيك فاضية؟ ما بدي أعرف وين هالبنت نامت، مشغول بالي وبدي أطمن. الله يصبرني على عمايل هالبنت. بنتي لا تخافي، ما تقولي إلا وصلت. وهي تأخرت على الشغل، رح أستنى شوي وبعدين بروح.